السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معي على قناتي فايسونيك. موضوع اليوم يتعلق بالدولبي أوديو في جهازي الإيكون آيرون والويغو، يعني مشكلة عدم التحكم في الصوت على بعض القنوات بتليكوموند بريموت كنترول، يعني تزيد ولا تنقص الصوت، ما يزيد ما ينقص. الموضوع كله يتعلق بهذه الخاصية تاع الدولبي ديجيتال بلس. هذا هو، يعني هل هذا فعلا المشكل؟ اسك فريمو ان بروبليم، هذا تاع تزيد وتنقص الصوت، ما يزيد ما ينقص. انا نقول لكم سيني با ان بروبليم دون تو لي كا، ماشي دائما يكون، هي ليست مشكله في جميع الحالات، هي مشكله فقط بالنسبه لشاشات التلفزيون التي لا تدعم خاصيه دولبي اوديو. Ce problème ne concerne que les téléviseurs non compatibles Dolby Audio. نروح للشرح الآن على الجهاز. هنا مثلا في هذه القناة، قناة عادية، الناس تزيد وتنقص الصوت كما تحب، تيليكوموند تاع الديمو، بريموت كنترول تاع الجهاز، ايكون ايرون او الويغو. بينما كي يروح القناة اخرى على أسترا مثلا او قنوات اوراسن، لما راح يزيد الصوت ولا ينقص من الصوت، ما يزيد ما ينقص، ويحتار علاش. والحل ناس كثير صاروا يلقاوه يعني ونصحوهم به وداروه، اللي هو هذا، يقول لك هنا بارامتر، تروح ريغلاج سورتي افي، كي يكون هنا اوتو ترجعوا ال بي سي ام. هنا في هذه الحاله قنوات فرنسيه او اوسان او اي قناه او القنوات الاخرى تزيد وتنقص الصوت كما تحب. هذا حل مليح، هذا الحل يساعد الناس اللي عندهم تلفزيونات شاشات ما تدعمش الدولبي اوديو، اللي هو هذا دولبي ديجيتال بلس. يعني الشاشات اللي ما فيهاش ما تدعمش هذه الخاصيه، الافضل يخليوها ال بي سي ام، يضبطوها على ال بي سي ام. لكن الناس اللي عندهم شاشات فيها تدعم هذه الخاصيه، نقول لكم خليوها اوتو. نقول لكم علاش، هنا ترجع اوتو الناس اللي عندهم شاشات تدعم هذه الخاصيه، يكون عندهم، انا ما سميتش مشكل، يعني قنوات العاديه اللي كيما هذه تزيد وتنقص الصوت كيما تحب لما تكون فيها، هذه كي تكون فيها تزيد وتنقص الصوت كيما تحب. فقط في القنوات الاخرى تاع استرا ونيلسات كيما قنوات اوسان، هذيك القنوات تعمل بنظام دولبي اوديو، انت لازم تستفاد من هذا النظام. باش تستفاد منه لازم كيما قلت لك تخليه اوتو، هنا تخليه اوتو. نفهمكم علاش. اذا مثلا على قناه كيما هذه، قناه فرنسيه مثلا شان فرونساز، شوف هنا كي بدا كي ديروا اوتو، يكون عندك تلفزيون يدعم دولبي اوديو، شوف التلفزيون كي يعطيك المعلومه. شوف لما يكون التلفزيون تاعك يدعم دولبي ديجيتال او دولبي ديجيتال بلس، شوف قناة هذه الفرنسية، هاي ليك مثلا فيها دولبي اوديو. تلفزيون تاعك لما تضغط على زر تاع انفو في ريموت كنترول في التليكوم تاعك تاع التلفزيون، يعطيك كل التفاصيل لي ديتاي، شوف تاع الصورة تاع الصوت، الصوت دولبي اوديو. بصح لو كان تنحي، لكن لو كان تنحي اوتو وتخليه ال بي سي ام في الجهاز تاعك ايكون ايرون او الويغو، يخرج لك ال بي سي ام فقط، يعني ما استفادش من الخاصية هذه. هاي ليك هاي الخاصية، مثلا انا عندي في التلفزيون تاعي دولبي ديجيتال عادي بلس، هذه اش ا سي، انا ندير اوتو كيما كذا كيما في الجهاز تاعي تاع ايرون، قناة تعمل بي سي ام، يرجع اوتوماتيك بي سي ام، تعمل دولبي ديجيتال بلس، تلفزيون يستعمل هذه التقنية تاعو. حلو كان تخليه بي سي ام، ما تستفادش من هذه الخاصية. اذا الموضوع واضح على ما اظن، يعني اللي عنده المشكل تاع عدم التحكم في الصوت على بعض القنوات كما قلت لكم تاع الاسترا، قنوات الفرنسيه، قنوات اوسان وفي نيلسات، اللي عندهم تلفزيونات ما فيهمش الخاصيه تاع دولبي اوديو، يضبطوه على بي سي ام. واللي عندهم تلفزيونات تدعم هذه الخاصيه، عفوا
يضبط الجهاز تاعو يعني ريغليه على اوتو باش يستفاد من الخاصية اللي كاينة في التلفزيون تاعو. شكرا لكم إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.